في يوم 12 مارس سنة 2013 وقف وزير خارجية مصر السابق أحمد أبو الغيط وقال في كلمته في ندوة للمجلس المصري للشؤون الخارجية إن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات المصرية في عهد مبارك بلغوا قبل وفاته بشهرين إنه انتهى من كتابة 80 ورقة من مذكراته الشخصية. وقال أبو الغيط بالنص: اتصلت بعمر سليمان عشان ابلغه اني انتهيت من كتابة شهادتي على عصر مبارك وطلبت منه انه يسجل هو كمان شهادته للتاريخ. فرد علي وقال لي انه بدأ فعلا يعمل كده وقال لي انه كتب لحد وقت المكالمة دي 80 صفحة وبخط ايده. انتهى كلام ابو الغيط، ولكن من بعد الكلام ده ولحد النهاردة الاسئلة ما انتهتش، من بعد ما بقى فيه كلام موثق بيقول ان فيه فعلا 80 ورقة مكتوبة من مذكرات عمر سليمان. وناخد في الاعتبار كمان ان المعلومة دي اتقالت لابو الغيط قبل وفاته بشهرين، يعني اكيد اللي اتكتب في الشهرين دول مع الاعتبار ان الراحل عمر سليمان كان اكتر تفرغ وهدوء للكتابة في الفترة دي، يبقى الاكيد اننا هنكون قدام اكتر من 80 ورقة بكتير. ومن هنا هنيجي للسؤال، هو ايه اللي كتبه عمر سليمان في الورق ده واتكلم عن ايه ومين وايه الاسرار اللي باح بيها للورق بعد السنين دي كلها؟ طب هي المذكرات دي ممكن يكون ليها علاقة بظروف وفاة عمر سليمان الغامضة والمفاجأة؟ طب هو ممكن يكون في حد من المقربين ليه معاه الورق اللي كتب ده ومحتفظ بيه بعد وفاته، ولا الورق اتدفن معاه؟ من بعد الكلام عن وجود مذكرات جاري تجهيزها على ايد عمر سليمان ولحد وفاته، عمر الاجواء السياسية في مصر ما توترت قد ما حصل بعد الخبر ده، عشان الكل عارف ان عمر سليمان كان والاخر يوم في حكم مبارك هو الصندوق الاسود وفي ايده مفاتيح وشفرات ملفات كتير قوي كانت كفيلة ترعب ناس كتير، سواء من رجالة النظام السابق او الاخوان او حتى في دول تانية ومنظمات وحركات سياسية اجنبية بره حدود مصر بما فيها غزة وتل ابيب وواشنطن كمان. وده في حد ذاته ممكن يخليك تسأل وانت بتسمع خبر ان عمر سليمان بيكتب مذكراته، يا ترى في كم جهة وكم شخص ممكن يتحرك عشان يقطع طريق وصول المذكرات دي للمطبعة ويمنعها باي طريقة انها توصل للنور؟ الأسئلة حوالين عمر سليمان مش هتخلص ولحد النهاردة ملهاش إجابة وما أعتقدش هيكون ليها إجابة أبدا، بس الأكيد إن الراجل ده عاش ومات صندوق أسود وخزانة أسرار لنظام مبارك والأنظمة عربية تانية كتير. عمر سليمان ابن محافظة قنا اللي اتولد في 2 يوليو سنة 36، خريج الكلية الحربية وأكاديمية فرونزي في الاتحاد السوفيتي وجامعة عين شمس اللي أخد منها درجة البكالوريوس في العلوم السياسية واللي اتدرج في المناصب لحد ما وصل نائب مدير المخابرات الحربية سنة 86، وبعدين مدير المخابرات الحربية من 89 ل 91، وبعدين رئيس المخابرات العامة المصرية من 22 يناير 93 ولحد 29 يناير 2011، اليوم اللي تعين فيه نائب للرئيس السابق مبارك بعد ما كان المنصب ده فاضي من يوم ما تولى الحكم سنة 81. وفي يوم 10 فبراير اعلن مبارك عن تفويضه بصلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للدستور، الا انه بعدها بيوم تنحى عن الحكم وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شؤون البلاد. وكان عمر سليمان هو الشخص اللي ذاع البيان التاريخي ده وقام هو بنفسه بتسليم السلطة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وبكده تكون انتهت فترة توليه منصب نائب رئيس الجمهورية والمفوض بصلاحيات الرئيس واللي كانت استمرت ايام معدودة. وكانت قناة فوكس نيوز الأمريكية قالت في فبراير 2011 إن عمر سليمان وبعد تعيينه نائب للرئيس كان اتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة أدت لوفاة 2 من حراسه الشخصيين والسواق بتاعه، واتنفى الكلام ده وقتها، إلا إن بعد كده وفي تصريحات لأحمد أبو الغيط أكد الكلام ده. اترشح عمر سليمان للرئاسة وسحب الملف بتاعه ورجع قدمه تاني قبل قفل باب التقديم ب20 دقيقة بس، إلا إن اللجنة العليا للانتخابات رفضت الورق بتاعه عشان كان في نماذج التأييد اللي جمعها من 14 محافظة بس، في حين كان المطلوب 15 محافظة، على الرغم من إنه كان مقدم 46 ألف نموذج تأييد والمطلوب كان 30 ألف بس. واختفى بعدها عمر سليمان عن الأضواء تماما لحد ما سمعنا كلنا خبر وفاته واللي بعدها سمعنا بوجود مذكراته. والله أعلم هل كلام أحمد أبو الغيط شهادة على العصر فعلا ولا كان هدفه إيه من الكلام ده؟ برضو ده سؤال هنضيفه لأسئلة كتير عن عمر سليمان. في النهاية الراجل ده هو ما بين إيدين ربنا، وله ما له وعليه ما عليه، ولكن هيشهد التاريخ والعدو قبل الصديق إن عمر سليمان كان شخصية مخابراتية أسطورية مش هتتكرر بسهولة، وصحف العالم وأجهزة مخابراتها كان ليها من التحقيقات والكلام عن عمر سليمان اللي يملأ آلاف من صفحات الكتب وساعات من البرامج الحوارية، ولكن برضو محدش يقدر يقول ولا يقرب من تفاصيل وفاة عمر سليمان ولا مذكراته. وتتقفل صفحة عمر سليمان بكل اللي فيها والعلم فيها عند الله وحده. ولو عجبتك حلقة النهاردة القصيرة دي ما تنساش اللايك وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك وتفعل التنبيهات للكل عشان نسمع مع بعض كل الحلقات على راديو الذكريات. شكرا على حسن استماعكم، وكان معاكم أحمد شوقي.